ده اللي ممكن يخلي موسيماني يا كابتن ماهر يغير طريقة اللعب، وفقا لاننا عندنا النهارده يوم الجمعه ان شاء الله مباراه مهمه في الدوري مع السيراميكا، ممكن موسيماني يعملها دي؟ شوف هقول لك حاجه سام، هو طبعا الكابتن فتحي اتكلم في نقطتين مهمين قوي، ثبات التشكيل والتدوير. نعم. عشان يطلع لك الاداء اللي احنا بنسعى عليه كلنا يعني، وحلاوه الاداء للنادي الاهلي اللي احنا مميزين بيه. أيوه. ده بياخد وقت يعني، مع الظروف اللي احنا قلنا والاسباب اللي احنا قلناها، موضوع الاصابات، موضوع الفيروس، موضوع الاعاره، لسه لعبتنا جايه 4 لعيبه اللي هم اولادنا اللي جايين من الاعاره، بعض الوفود الجديده اللي هتخش او دخلت في الفتره اللي فاتت، فبتبقى يعني فكر المدير الفني رايح لكل الاستراتيجيات ديت عشان يقدر في الاول والاخر يقدر يلاقي حاجه مناسبه، تشكيله مناسبه يبدا بيها. عايز اقول لك ان مع صعوبه الكلام ده، لكن في حلاوه في الشغل يعني، انا يعني واخد بالك يعني، يعني انت مستمتع انك انت بتشتغل مع النادي الاهلي، مستمتع انك انت موجود في الدوري العام، مستمتع انك انت موجود في افريقيا، وهو ده حلاوه الاحتراف، انك انت كل 3 ايام منقوله نقله لدوري العام، بتقفل الملف دوت، وبعدين 3 ايام بتروح لافريقيا. أيوه. بتقفل الملف ده، فهو ده حلاوه الاحتراف وحلاوه الكوره اللي احنا بنحبها واللي احنا بنعشقها. ما ده يخلق الانسجام، بالظبط كده، الانسجام السريع يا كابتن ماهر، وهو الانسجام جاي يا سهام يعني، جاي خلال احنا بقى لنا 3 4 اسابيع في الدوري، يمكن ده الماتش ده يمكن الخامس بالنسبه لنا، فالانسجام جاي يعني، يمكن هاني والكابتن فتحي طبعا ياكد معايا ان في علم التدريب بيقول ان تبدا تبان ملامح الفرقه بعد 7 اسابيع من بدايه الدوري، في فتره اعداد مثلا اتعملت قبلها باسبوعين او 3 اسابيع. فعايز اقول ان احنا النادي الاهلي جاي الكوره الحلوه اللي جمهورنا بيحبها، التجانس بتاع اللعيبه في ثبات التشكيل يعني، لما التشكيل نبدا ربنا يشفي طبعا المصابين ويرجعوا، الثبات ده هو اللي بيديكي بقى الارتياحيه، بيديك الشكل، بيديك الاداء، بيديك لك الاهداف اللي انت بتسعى اليها، النتيجه الايجابيه اللي النادي الاهلي يعني طول عمره بيحب يروح لها وعايش عليها. فعايز اقول ان المنظومه ككل، مجلس الاداره ولجنه الكوره والجهاز الفني واللاعبين مستمتعين بالاداء اللي بيعملوه، لان فعلا اداء جيد واداء ايجابي، وثماره الحمد لله انه بدا من بدايه الموسم يعني، في الجانب الافريقي احنا الحمد لله يعني ان شاء الله بالمباراه دي نتنقل لدور ال 16، في الدوري العام ان شاء الله احنا اول ما بنمسك الجدول في المركز الاول ان شاء الله باذن الله بنبدا نحقق في الـ6 اسابيع اللي جايين دول علامة كاملة يعني، هنبعد عن الناس كلها ان شاء الله.